هل احنا بنعمل بروتوكولات تعاون مع المؤسسات البحث التكنولوجي الصناعي؟ يعني هم الناس دي ما بتبيعش هنا حاجه، يعني سانكشري على سبيل المثال عاملين اقوى روبوت في العالم دلوقتي، فهل مش بتكلم عن ان احنا لازم نعمل كده مع، بس اتمنى نعمل مع سانكشري يعني، لكن هي بنعمل بروتوكولات التعاون بتاعت كده بحيث ان انا يبقى في عندي مثلا طلبه في مرحله معينه من الدراسه يقدر يعمل انترنشيب هناك ويرجع لي؟ ما هو كل ده برضو بيفيدني في الجامعه. طبعا هو اللي حضرتك قلت عليه ده الـ كل اساليب التعاون اللي احنا اتكلمنا عليها بتسمح بكده، ان يبقى عندنا 2 بلس 2 3 بلس 1 4 بلس تدريب. كل ده متاح، ان الطالب مجرد ما نعمل الدول ديجري مع هذه الجامعات الطالب بيبقى مسجل عندي ومسجل على قواعد بيانات الجامعه الشريكه، وبالتالي يستطيع انه في اي مرحله من مراحله يقدر يعمل ترانسفير للجامعه الثانيه ويكمل دراسته. ممكن تعترف بدراستي كامله لان هي معايا مراقبه معايا طول الوقت، او الطالب له الحق حينما يطلب ان هو يروح سنتين سنه او على الاقل يقعد 6 شهور تدريب. طيب حلو، هو احنا بس عاملين كده يا استاذ يوسف؟ لا، ده احنا عندنا مثلا حد حضرتك مثال، يمكن احنا بنتكلم دلوقتي يكون في مصر، الدكتور هاني مصطفى. الدكتور هاني مصطفى يعني احد العلماء المصريين الافذاذ اللي هو عايش في كندا بقاله اكتر من ربع قرن، وهو كان ماسك هناك برنامج الفضاء. والدكتور هاني مع الجامعات الاهليه وجامعه كيبك في كندا، احنا عملنا تحالف الجامعات الاهليه. هو بيشتغلوا ايه بقى الجامعات دي؟ بيتكلم دايما على الثوره الصناعيه، الثوره احنا عندنا الاولى والثانيه والثالثه والرابعه ودخلنا في الخمسه، والخمسه دي بتصالح الانسان مع الاله، الدنيا عماله تتطور وخايفين للانسان يطلع بره المنظومه اللي بيديرها نفسه فبيصالحوا ده مع ده. المهم احنا عاملين تحالف الجامعات الاهليه مع جامعه كيبك في كندا مع مين بقى؟ الشريك الصناعي اللي حضرتك اتكلمت عليه، سيمنز. حلو. مع العربية للتصنيع. ماشي. لأن لابد أن يكون الأكاديمية مع التصنيع مع الشريك الدولي عشان نعمل هذه المنظومة اللي حضرتك بتتكلم عليها، وده قائم حاليا وبنحاول نتوسع فيه في أكثر من اتجاه. أنا كده مطمن بإذن الله سبحانه وتعالى إن إحنا ماشيين حلو يعني. طبعا في حد يقول لي وأنت مين أنت عشان تطمن؟ يا عم أنا مواطن بيحب البلد دي وعاوزها تكبر وتبقى مهمة وولادنا يطلعوا زي الفل ويبطلوا يطلعوا بره، ومش عاوز العيال تطلع بره ولما تيجي تاني يقول لك لا أنا مش عاوز أرجع أنا هكمل في الحتة اللي أنا فيها، يفضلوا هنا ويبنوها. أمال إيه؟